تعال نشوف تصريحات خاصة لينا لرقم 10، تصريحات مصورة من منذر الجباير المدير الفني السابق لمنتخب تونس، بيتكلم فيها عن توقعاته لمنتخب تونس ومنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية القادمة، وأيضا توقعاته لباقي المنتخبات، توقعاته للفائز باللقب، تحدث في كثير من الأمور. وبعدها نطلع لفاصل ونرجع نستقبل كابتن حسام باولو مهاجم نادي الزمالك وسموحة والداخلية الأسبق، خليكم معنا. بالنسبة لمجموعة تونس مجموعة متوازنة، فيها زوز منتخبات على ورق أقل قوة من المنتخبات العادية اللي تنافس على اللقب اللي هي مالي والأفريق دو سود، لكن يقعدوا ديما منتخبات قادرين باش يحصلوا المفاجأة وقادرين باش يفوزوا على أي منتخب أفريقي. صحيح تونس تفوقهم تجربة وتفوقهم نتائج وتفوقهم خبرة، مجموعة متوازنة. إن شاء الله المنتخب التونسي يبدأ كما يلزم في الدورة هذه ويضمن الترشح نتاعو على بكري، أهم شيء باش يعطي فرصة للاعبين آخرين باش يشاركوا باش يجهز نفسه كما يلزم للأدوار الإقصائية. حاجة تصير في قبل الكان دي بليسور، ظروف عائلية، غيابات، أكيد فما ليست إلارجية، يعني قائمة موسعة، الناخب بيختار شكون الأفضل اللي راه ليه الأفضل واللي باش يساعده، فما عدة أشياء ناخذوها بعين الاعتبار. حاجة الفريق للاعب تغزر البعيد اللي كونوا لا جيستيون، يعني إدارة 7 مقابلات وقت تمشي لبعيد يلزمها مجموعة متجانسة، وأهم شيء اللي كونه كيفاش يعيش المنتخب. أي لاعب باش يدخل في المنتخب بيزم فاهم الوضع، فاهم دوره، ويكون تصرفاته متلائمة مع الخطوط العريضة اللي حاطينهم في المنتخب. يعني أي لاعب يلزم يندمج بسرعة ويكون متضامن مع أصحابه، متضامن مع الفريق، وعنده الفكر اللي كونه أهم شيء هي المجموعة والمنتخب. النسخة الفارطة في الكاميرون كنت أنا على رأس المنتخب، كملنا دور نهائي في البطولة العربية في آخر ديسمبر، 5 أيام من بعد دخلنا في تربص، أسبوع من بعد سافرنا الكاميرون، ما كانش فيه وقت تحضيرات للمنتخب التونسي، ما كانش فيه مقابلات ودية، كان فيه كوفيد، كان فيه زوز دورات يعني ما بيناتهم أسبوع ولا 10 أيام، كانت فيه استنزاف للقوة على مستوى الإطار الفني، على مستوى اللاعبين، على مستوى حتى المسؤولين، على مستوى الطاقم الطبي. صعب باش تعمل زوز دورات في 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 في, في شهرين في جرة بعضهم. وفي المجموعة كان فيه بشير بن سعيد أول كان ليه حارس المرمى، منصر الطلبي أول كان ليه، علي العابدي أول كان ليه، عيسى العيدوني، بن سليمان، بن رمضان، حمزة رفيع، هذوما كل كانت أول كان ليهم في النسخة الفارطة. اليوم اللاعبين هذوما صار عندهم أكثر تجربة، اللاعبين هذوما يعرفوا شو معناتها كأس أفريقيا، ويعرفوا شنو الصعوبة كأس أفريقيا وشنو هي شروط النجاح. مع تحضيرات فيهم مقابلة ودية، فيه وقت باش توصل اللاعبين نتاعك المنطقة القصوى نتاع المردود، هذا هام مهم جدا من ناحية الفردية ومن ناحية الجماعية. النسخة الفارطة عملنا ربع نهائي بالظروف اللي قلت لك عليها، اليوم الظروف أحسن، تجربة نتاع لاعبين أكثر، تجهيز بدني أكثر، الفريق التجانس موجود، الإطار الفني فيه استقرار، نتصور اللي كونه منتخب التونسي إن شاء الله يعمل أكثر من النسخة الفارطة ويمشي للنصف النهائي، لما لا ينافس على اللقب. المنتخب المصري عمل دو فينال، يعني يوصل الزوز دورات السابقة الأدوار النهائية وكان قريب باش يفوز باللقب. عادة الخطوات هذه وقتها يستفاد منها المنتخب ويشوف شنو اللي كان ناقص ويحافظ على نقاط القوة متاعه ويراجع النقاط اللي كانوا ناقصين، أكيد نتائجه تكون أحسن. المنتخب المصري باش يكون من المنتخبات اللي عندها نسبة كبيرة باش تفوز باللقب نظرا لإمكانيات الخط الأمامي، مهاجم
من 3 احسن مهاجمين في العالم، محمد صلاح، تريزيجيه، محمد مصطفى، نقطة قوة في الخط الأمامي. وسط ميدان فيه شراسة، فيه قوة بدنية كبيرة، فيه ذكاء في الكرات ولا تمريرات المفاتيح والحاسمة، مع حارس عالمي، الدفاع عبد المنعم وحجازي نفس الشيء، مستوى كبير. المنتخب المصري فردين عندهم إمكانيات كبيرة، عندهم تجربة وخبرة كيفاش يعرفوا يتصرفوا في الدورات هذه المجمعة في وقت طويل، 3 أسابيع أو شهر، ماهوش وقت قصير، يطلب تصرفات فيها برشا احترافية، يطلب ذكاء، يطلب خاصة برشا تضامن. هذا كله متوفر في المنتخب المصري. صحيح المدرب هو الأول دورة ليه في كأس أفريقيا، لكن المستوى متاع اللاعبين، المستوى متاع الفريق يخوله باش يكون من المترهنين الجديين على اللقب. ديما المقابلة ضد المنتخب المصري مقابلة يصعب فيها التكهن. أنا كنت لعبت ضد المنتخب المصري في البطولة العربية في النصف النهائي، المنتخب التونسي فاز 1-0 في الوقت الضائع تقريبا. كانت في أي وقت فرص سانحة للتسجيل المنتخب المصري وحتى المنتخب التونسي. في وسط المقابلة ما تعرفش المقابلة وين باش تمشي، كان ينجم هو يفوز المنتخب المصري كما احنا فزنا. المقابلة الودية الأخيرة نفس الشيء، صحيح المنتخب المصري ما لعبش بلاعبين الأهلي المصري، ما لعبش بكل الإمكانيات نتاعو، لكن المنتخب التونسي مشى فرض سيطرة ميدانية وعرف كيفاش يسجل 3 أهداف ويفوز بلقاء اللي المنتخب المصري كان في الوقت هذاك تقريبا في سلسلة انتصارات متواصلة، ويعتبر أول هزيمة ليه مع الإطار الفني الجديد هذا. قبل ما نحكي على الفرق اللي ممكن باش تكون هي اللي باش تلعب او تراهن على اللقب، نحب نحكي على شروط النجاح، شروط اللي لازمها تتوفر، الاليات اللي لازمها تتوفر باش المنتخب يفوز باللقب. خاطر كي نعملوا دراسة سواء كانت في كأس العالم الأخير ولا كأس أوروبا ولا كأس أفريقيا، نلاحظوا اللي كانوا المنتخبات اللي تفوز باللقب فما حاجات يميزها. من ناحية الجانب الذهني، أي منتخب ترى فيه حافز كبير جماعي، وترى فيه اندفاع، وترى فيه خاصة الناس تقاتل في كل مقابلة، وفيه تضامن ما بين المجموعة الكل، منتخب يعيش مليح، منتخب فيه اون ديسيزيون يعني قرار باش يمشيوا لبعيد، وتحس اللي كانوا في كل كرة يلعبوها يعطيوا أقوى ما عندهم، وفي كل موقف تخرجوا أحسن ما عندهم. هذا تحس به في الثنائيات، تحس فيه في تتالي المقابلات. الجانب الذهني وتحضير الجانب الذهني هذا جزء كبير من النجاح في الدورة، في دورة صعبة في ظروف صعبة، اللي الجانب الذهني يلعب بنسبة كبيرة في النجاح. كيفاش تتحكم في الانفعالات، كيفاش تتصرف بعد انتصار، كيفاش تتصرف بعد مقابلة مردودها ماهوش قوي، كيفاش تتعامل مع المقابلات الإقصائية المباشرة. هذا كله الجانب الذهني يكون فيه تحضير في العمق، اللي يخليك اللي كونه تكون أقوى من فرق أخرى باش تتعامل مع الوضعيات الصعيبة. هذا يتحضر، وهذا مش يتحضر في جمعة ولا جمعتين، هذا يتحضر أقل شيء 6 شهور الأخرانيين فرديا وجماعيا. الجانب الثاني هو في وقت الدورة لازم اللاعبين يتوصل للاعبين نتاعك يكونوا من ناحية الأوج العطاء نتاعهم، ما يكونوش 50%، ما يكونوش متعبين، ما يكونوش فيه إرهاق، ما يكونوش الجاهزية نتاعهم ناقصة. والأسبوعين هذوما باش تعمل ميزانيفو، يعني باش توصل للناس الكل لك المنطقة القصوى نتاع المردود. وهذا فيه جانب علمي، وفيه جانب نتاع تجربة، وفيه برشا تواصل على مستوى العمل الفردي مع اللاعبين، باش كل لاعب تعمل معه شغل خاص باش يكون في أحسن حالاته في بداية الدورة. وهذه عملية ما هيش سهلة، عملية تتطلب
برشا كومبيتونس، يعني برشا امكانيات، برشا مهارات على مستوى الاطار الفني باش توصل للنقطه هذه. نفس الشيء الجانب البدني، الدوره صعبه، فيها مقابلات متتاليه، فيها نسق كبير، في ظروف صعبه. المنتخبات اللي المستوى نتاعها ويمشي في نسق تصاعدي والمقابله المقابله تولي اقوى، هذه المنتخبات اللي تفوز باللقب. الاليات هذو ما فيش شكون يتوفروا في الشروط هذا، ما يتوفروا في المنتخبات الافريقيه، المنتخبات شمال افريقيا بلوتو، اولهم المنتخب المغربي للنتائج اللي قام بها في كاس العالم، فريق حاضر على المستويات الكل. المنتخب الجزائري اللي نرشحه من المتراهنين الجديين باش يفوز باللقب، عنده اللاعبين الكوادر نتاعو موجودين، لاعبين الخبره موجودين، وزد مدعمين بلاعبين صغار ولاعبين جيعانين يحبوا يعملوا نتائج مع المنتخب، ما كانوش موجودين في كاس افريقيا 2019، ولاعبين قاعدين يعملوا في الفارق في الانديه نتاعهم. المنتخب المصري تكلمت عليه، المنتخب التونسي تكلمت عليه، الاربع منتخبات هذو مرشحين باش يكونوا اقل شيء في الربع، في الاربع الفرق نتاع النصف النهائي. ما ننساوش البلد المنظم كوت ديفوار، السنغال زاد كيف كيف باش تكون ديما موجوده، ولو السنغال اقل مستوى نتاعها من النسخه الفارطه. ماني ماهوش ماني نتاع ليفربول، مندي ماهوش الحارس نتاع تشيلسي، كوليبالي مش المستوى نتاع وقتها كان في نابولي ولا كان في تشيلسي، هذا المردود نتاعهم قص شويه، واكيد باش ياثر على المنتخب السنغالي وتعويضهم باش يكون صعب. لكن عنده الامكانيات باش يكون من المتنافسين على اللقب. ما ننساوش نيجيريا، غانا والكاميرون، يعني نتكلم على 8 أو 9 منتخبات اللي تنافس باش يكون على شد ما بينات